لقاء بيكم مرة تانية في الفقرة الأخيرة الأسبوع ده من برنامجكم آخر الأسبوع وفقرتنا بروباجندا الأسبوع. معانا أكتر من بروباجندا النهاردة. في البداية خلينا نقول يعني مثلا الطبيعي أو كالعادة وإحنا قاعدين نتصفح مواصل التواصل التواصل مواقع التواصل الاجتماعي، بمجرد ما بتفكر في شيء ما ان انت عاوز تشتريه، عاوز تعمله منتج ما، شيء ما ايا كان، ففجأة بتلاقي الاعلانات ظهرت قدامك. طب ايه يعني، يا ترى احنا متراقبين ولا يا ترى في ايه؟ بعد كده بتبدأ المرحلة الثانية، وهي ان انت بتفكر ان انت تشتري المنتج ده او ان انت تروح المكان اللي اتعمل عليه الاعلان، وانت برضو لسه متعرفش هم عرفوا منين انت بتفكر في ايه. بتبدأ بعد كده مرحلة الطلب والشراء، وبعد كده بعد ما بيوصل المنتج بنبدأ بقى نشوف إذا كان ده المنتج فعلا اللي أنا كنت عاوزه بالمواصفات المطلوبة ولا لا. أكيد كتير مننا جدا جرب يشتري أونلاين، قد يعني يصيب أو قد لا يصيب. تعالوا نشوف رأي الناس في الشراء أونلاين ونرجع تاني. مواقع التواصل الاجتماعي اتحولت لسوق كبير او يمكن سوق صغير، كل حاجه تقدر تشتريها او تفكر فيها، حتى ممكن ان انت تشتريها وانت قاعد في البيت. بس يا ترى الناس رايها ايه؟ تعالوا نشوف. تفتكر ممكن يجي وقت نستغنى عن المحلات ولا لا؟ هو انا مش هفتكر، هو واقع الامر اللي هيحصل، اللي احنا هيجي علينا الوقت اللي هنستغنى عن المحلات. طب ليه بقى؟ هيبقى كل حاجه اونلاين. طب الاتجاه دلوقتي الناس بتميل للراحه. ممكن اعرف تجربتك مع الاونلاين؟ بصي، هو انا نفسي بشتري اونلاين ليه؟ عشان في حاجات بتعجبني يعني، وفي حاجات بلاقي اسعارها. بس ثواني، احنا بنتغش فيها على فكره يعني، انا في حاجات بتعجبني بس بتغش فيها. في ناس معينه مثلا متاكده اصحابي اشتروا منها، او انا نفسي بشوف يعني. يعني بتفق معاهم الاول. لو انا هشتري الحاجه لازم اشوفها الاول يعني، انا اقابلك مره اشوفها، لو عجبتني هشتريها، لو ما عجبتنيش هديكي مصاريف الشحن بتاعتك. ايه ده؟ بس ثواني، ما فيش حد بيعمل كده كتير يعني؟ بس انا بحاول اضمن نفسي، بس عشان في حاجات بتقف المحلات غاليه قوي الصراحه، وبلاقي اونلاين نفس الحاجه ورخيصه. بتفضل المحلات ولا الاونلاين؟ بفضل المحلات اكتر. طب ليه بقى؟ عشان انا ما جربتش، ما ليش تجربه في الاونلاين. انت تفضلي الاونلاين ولا المحل؟ لا، المحل، افضل المحل. طب ليه بقى؟ لان بيعجبني ان انا انزل بنفسي واقيس الموديل، واقيس واشوف الموديل اللي عاجبني واللي طلع عليا واقتنع بيه وكده، لكن عن بعد ده مش عاجبني. ده كان رأي الناس في تجاربهم مع الشراء أونلاين. لكن عاوزين نعرف القصة من الأول كده، إزاي طيب المواقع دي عرفت أو عرفت يعني إحنا بنفكر في إيه، أو قدر الإمكان بنلاقي إن إحنا بيظهر لنا الشيء اللي إحنا محتاجينه؟ طيب إزاي؟ معانا هاتفيا أستاذة آلاء عز الدين، سوشيال ميديا سبيشاليست، هي تكلمنا أكتر عن الموضوع ده. صباح الخير يا أستاذة آلاء. صباح الخير أستاذة آلاء، كلمينا يعني حاجة غريبة جدا، إزاي يعني أنا أبقى بفكر في شيء ما وفجأة ألاقي الشيء ده إعلانه بيظهر قدامي؟ هل فيسبوك بيراقبنا مثلا؟ الفيسبوك مش بيراقبنا ولا حاجة، بس هو بيستخدم المعلومات بتاعتنا اللي احنا بالفعل بندخلها له بنفسنا. إزاي؟ هو اعتماد الفيسبوك كله على مخازن الداتا من المستخدمين بتاعته، يعني ده الاساس القائم عليه اصلا. تمام؟ هو بيستخدم بقى الداتا بتاعتنا دي عن طريق ايه؟ عن طريق اللايك شير الكومنت اللي احنا بنعمله، بيحلل البيانات او الداتا بالظبط اللي احنا بنتوجه ليها، الحاجات اللي احنا مهتمين بيها وهكذا. ده ليه؟ ده عشان مش بيستخدمها ضدنا ولا اي حاجه خالص، لكن بيستخدم الداتا دي بانه بالفعل بقى بيوجهها للمستخدمين او المعلنين المسوقين اونلاين، بانه بيساعدهم ان هو يوصل الفئه او الشريحه اللي هو مستهدفها بالفعل. وده اللي فئه كبيره جدا من الناس ما بتكونش فاهماه، يعني بتكون فاهمه ان المعلومات دي قد تكون بتستخدم ضدهم. طيب الاء، تفتكري يوما ما ممكن المحلات تختفي ونكتفي بالشراء اونلاين، ولا ده صعب يحصل؟ هو بالفعل الموضوع ده بدأ خصوصا من 2020 في الربع الأول، يعني حوالي أكتر من 20% زيادة عن 2019 يمكن كمان، بدأ الناس تشتري أونلاين بشكل كبير جدا. يعني عندنا مثلا لو قلنا مثال زارا، هي قفلت أكتر من 1200 متجر محلي أو متجر فعلي أوفلاين، وبدأت تتجه للتسويق الإلكتروني بشكل كبير في المتاجر الإلكترونية. كمان الزياده اصلا بشكل كبير جدا من المستخدمين او من
الناس بدات انها لا تتوجه اونلاين، سواء حتى في السلع حتى الغذائيه او الاستهلاكيه العاديه خالص، لا بداوا كمان ان هم كمسوقين يصرفوا بشكل كبير جدا كمان على التسويق اونلاين حتى في السلع اللي هي البسيطه. فاي طيب احنا يعني احنا يعني اكيد كتير مننا جدا بيلاقي فوائد للشراء اونلاين، زي انه بيوفر وقت ومجهود وحاجات كتيره جدا، بس في بعض الـ يعني التجار اللي ممكن يكونوا مش صادقين في المواصفات بتاعتهم او حتى في المنتج نفسه، او المنتج يعني قد يكون منتج صحي او غيره وهو مثلا غير مرخص من وزاره الصحه. استاذه الاء، ممكن نلاقي يوما ما قانون بيحمي المستهلك اونلاين زي ما في قانون بيحمي المستهلك اوفلاين؟ بالفعل الموضوع ده بدأ تشريعه بالفعل الفترة اللي فاتت. جهاز حماية المستهلك خلاص بدأ ان هو لا يحط قوانين لحماية المسوقين لحماية المستخدمين اونلاين، خصوصا بعد كمان الزيادة زي ما قلنا بقى فيه لا سعر لازم ان هو يكون شامل كمان الضريبه في الفتره الجايه ان شاء الله. كمان في خدمه ان هو ممكن انا استرجع او ارجع السلعه اللي انا اشتريتها بشكل كامل من 15 ل 30 يوم، لو انا ما عجبتنيش او فيها اي مشكله او في اي حاجه حتى مش عاجباني ممكن يعني ارجعها عادي. شكرا جدا ليكي، شكرا جدا على التوضيح، ونتمنى فعلا ان القوانين دي تتطبق بحذافيرها علشان نحمي نفسنا ونحمي اللي حوالينا من اي منتج ضار ممكن يستخدموه. شكرا ليكي الاء. امبارح كان 1 اكتوبر، يمكن 1 اكتوبر ده مرتبط مع ناس كتير جدا بتحدي ان اكتوبر. ان اكتوبر هو تحدي رسم بيبدع فيه كتير من الفنانين بالرسم بادوات مختلفه وباشكال مختلفه، سواء كان بالرصاص او بالجاف او بادوات كتير جدا. لكن المختلف او الجديد اللي احنا لاحظناه من فتره في بنت اسمها فاطمه عرفه، فاطمه خريجه هندسه طبيه جامعه المنصوره، بدانا نشوف ليها رسم بأدوات الطعام أو يعني بشكل واضح جدا بالأكل زي الرز والمكرونة والعيش وحاجات كتير جدا ألوان وأشكال. يعني هو يمكن الموضوع مش مرتبط مع فاطمة بإنكتوبر، بس احنا بنتكلم عليه بمناسبة إنكتوبر. تعالوا نشوف التقرير، نشوف فاطمة بتعمل ايه ونرجع تاني. العين بتاكل قبل المعدة، اعتدنا على سماع هذه الجملة من الصغر تعليقاً على أحد الأطباق الشهية أو نصيحة من سيدة الأخرى عن طرق تحضير الطعام وإعداده، لكن سرعان ما تطور الأمر وأصبح أكثر حرفية حينما أبدعت فيه فاطمة عرفة صاحبة العديد من الأطباق التي أبدعت في الرسم بمكوناتها. فاطمة انتهت هذا العام من دراسة الهندسة الطبية بجامعة المنصورة، ويبدو أنها دمجت الهندسة بأطباق الطعام وكأنها لوحة لفتح الشهية. فقررت فاطمة تجسيد شخصيات كرتونية بأدوات أكثر إبداع وحرفية كالخبز والخضروات وغيرها من الأطعمة، فصنعت الساندويتش على شكل شخصية سبونج بوب الكرتونية، ورسمت أيضا فتاة باستخدام الكشري ومكوناته، وأبدعت فيها بالألوان والأشكال، فرسمت شخصية بكار الشهيرة باستخدام الخبز الأسود، والعديد من الإبداعات التي تستلهمها من مكونات الوجبة قبل أكلها لتصنع أشهى طبق تراه العين على الإطلاق. شفنا في التقرير بعض الرسومات اللي عملتها فاطمة باستخدام أدوات الطعام أو باستخدام الطعام نفسه. معانا على الهاتف فاطمة، وبشمهندسة فاطمة، تكلمنا أكتر عن الفكرة وإيه دخل الهندسة الطبية بالرسم، ولا مفيش دخل، هي مجرد موهبة. كل ده هنعرفه من فاطمة. صباح الخير يا فاطمة. صباح النور. كلمينا بقى عن الفكرة، منين جات لك ومنين استلهمتيها وإيه علاقتها يعني تخصص دراستك؟ هي الفكرة بدأت من لما دخلت على الجروب على الفيسبوك اسمه ارسم، كان بيطلب كل أسبوع تحديات إن احنا نرسم شخصية كرتونية معينة، فطبعا عشان الناس بتحب الحاجات الجديدة، لما لقيت إن جربنا قبل كده الرسم بالأكل، ولما لقيت إن هو الناس حبته قوي بدأت ان انا اعمله اكتر، وكل مرة يتطلب منا تحدي
في الجروب ده بقيت بدل ما برسمه بالرسم العادي بقيت بعمله بالاكل، ومن هنا بدأ الموضوع بقى لحد يعني تقريبا هي ملكه ملهاش علاقه بالهندسه يعني. طيب فاطمه قولي لي، هل انت بتكوني بتعدي مثلا الوجبه بتاعت النهارده وانا هرسم الرسمه مثلا وليكن شخصيه بكار، ولا انت بتستلهميها لما تشوفي المكونات بتاعت الاكل نفسها؟ هو في البدايه لما كنت في الجروب ده وبنرسم تحديات كنت لازم انا ملتزمه بشكل شخصيه معينه والوان معينه في الشخصيه دي، فكنت على اساسها بختار الاكلات المناسبه للشخصيه. يعني مثلا الرسمه مثلا فيها لون اصفر، ادور على المكونات اللي لونها اصفر واختارها. أيوة. يعني مثلا بيض مثلا لونه اصفر، مثلا عايزه لون بيج لون بشره، بختار مثلا عيش، العيش بيبقى لونه زي لون البشره وهكذا. وممكن ما استخدمش حاجات مناسبه مع بعض، ممكن احط بيض على فلفل على كوسه وانا عارفه ان الحاجات دي مش بس الاهم ان هي بتخدم الرسمه بتاعتك بالظبط. بس طيب بعد كده بعد كده ما عدتش بعمل كده، بقيت لما بقيت مش ملتزم بشخصيات معينه برسمها، لا انا بقى بعد كده فعلا الاكله موجوده عندي بعمل بطوع الشخصيه للاكله نفسها، مش الاول ببتدي بالشخصيه وبعدين الرسمه، لا قصدي الشخصيه وبعدين الاكل، لا الاول الاكل نفسه كان ايه والشخصيه اللي هتليق مع الاكل ده. شكرا ليك يا فاطمه، الفكره عظيمه جدا، كمان الفكره بتلهم الامهات ان هم ممكن يعدوا اطباق بالشكل ده لاطفالهم، وهي اطباق فاتحه فعلا للشهيه. اعزائي المشاهدين، بكده تكون انتهت فقرتنا الاخيره من برنامجكم اخر الاسبوع، فقره بروباجندا الاسبوع. استنونا وبروباجندا جديده واسبوع جديد في اخر الاسبوع، وصباحكم فل.